والآن أدعو الأستاذ فيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأنروا، إلى إلقاء كلمته وإطلاع المجلس على وضع الوكالة والتحديات التي تواجهها والمجهودات التي تبذلها من أجل تقديم خدمات للأشقاء الفلسطينيين. Mr. Chair, Mr. Secretary General of the League of Arab States, Excellencies, I'm grateful for the renewed opportunity to bring the situation of Palestinian refugees to your attention. This Council is a crucial forum that I particularly recognize. في ضمان الحفاظ على حقوق اللاجئين. منذ آخر مرة خطبت فيها المجلس في آذار مارس تدهور وضع ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة بشكل أكبر. إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نجيني للاجئين والاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحر إلا مجرد مثالين على التطورات المقلقة. وبالفعل شهدت غزة تصعيدا متجددا وسط حصار خانق يحرم سكان القطاع من النمو الاقتصادي أو أي نوع من الحياة الطبيعية. كما أن اللاجئون الفلسطينيين في سوريا يتعافون من الزلزال المدمر بدون دعم كاف، وما يزال 180 ألف لاجئ فلسطيني في الأردن ممن فروا من سوريا أو من غزة في عام 1967 يعيشون في ظل الفقر والديون المتزايدة. أصحاب السعادة والمعالي، على مدار أكثر من 75 عاما قدمت الأونروا خدمات شبيهة بالخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى إدارة المدارس والمراكز الصحية والحماية الاجتماعية، فإن الوكالة أيضا استجابت للأزمات الإنسانية العاجلة من خلال توفير المساعدات الغذائية والنقدية وإعادة تأهيل المساكن المتضررة. أنا أزهو فخرا بالتأثير الإيجابي الذي أحرزته الأونروا على المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، ولكن للأسف فإن الوكالة يمكن ألا تتمكن من الاستمرار في الضلوع بدورها بنفس الطريقة لفترة أكثر أطول بكثير. لقد سمعتم أكثر من مرة عن وضعنا المالي، وفي بعض الأحيان يبدو كأنه أسطوانة مشروخة، إلا أن واقع الأمر الأزمة أخذ في التعمق عاما بعد عام، بينما تزداد احتياجات اللاجئين. الفجوة بين الموارد والطلب على الخدمات أصبحت الآن واسعة للغاية، بحيث يمكننا أن نحتويها من خلال المناورات أو تدابير المالية الداخلية. ولذلك فإن الوضع القائم الذي يكبرنا اليوم أصبح هو التهديد الوجودي الرئيسي أمامنا. وفي حالة عدم تغير الوضع فإن الوكالة ستصل إلى نقطة السقوط. ولذلك فإن حقوق الإنسان العالمية أكثر من أي وضع مضى، مثل الحق في التعليم أو الرعاية الصحية، أصبح في معرض الخطر. وأنا مقتنع للغاية أنه لا يوجد أي شخص في هذه القاعة يود أن يرى الأونروا تحرم مئات الآلاف من الأطفال من حصولهم على التعليم أو حرمان ملايين آخرين من الرعاية الصحية الأولية. فإن هذا الموضوع لا يمكن أن نسمح به. إن اللاجئون الفلسطينيون بالفعل تعرضوا للخذلان مرة عديدة، وكرامتهم هي الآن هو ما زال الأمر المتبقي، وحقهم في حياة كريمة هذا الأمر لا يمكن التفاوض فيه، ألا هو الحق في حياة كريمة. أصحاب المعالي والسعادة، هناك مسار بديل يضع اللاجئين الفلسطينيين في صلب حوار متجدد حول حقوقهم وكيفية الحفاظ عليها، إذ يجب الارتقاء بالحوار من مجرد نقاش مالي بشأن تمويل الأونروا إلى حوار سياسي حول دعم كرامتهم ورفاههم، ومن خلاله يمكن تحقيق استقرار المنطقة والسعي لتحقيق السلام. إن جامعة الدول العربية وأعضائها، لا سيما الأعضاء المضيفين للمستضيفين للاجئين، هم الشركاء الرئيسيون. أنتم أيضا حلفاؤنا في جهودنا لحشد الأموال وضمان استمرار قوة التضامن العالمي مع اللاجئين الفلسطينيين. وأقول كل ذلك حيث انتظر اللاجئون الفلسطينيون لمدة 75 عاما للتواصل لحال سياسي، حيث أنهم اعتمدوا دائما على العالم العربي للتضامن معهم.
فليس لديهم أي حليف أقرب ولا شريك أفضل. نحن بالفعل ندرك الجهود المتجددة لإحياء الحوار في المنطقة الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام طويل الأجل. وأنا أرحب في هذا السياق أرحب بمثل هذه المبادرات وأعيد القول أن الحل السياسي لأطول نزاع في المنطقة هو النتيجة الوحيدة الممكنة. ومثل هذه النتيجة لابد وأن تتضمن حلاً عادلاً ودائماً لمحنة اللاجئين الفلسطينيين. أتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع المنطقة على حل هذه المسألة. أصحاب المعالي والسعادة، الدعم المالي الفوري هو أولوية أساسية وملحة على المدى القصير، ومنذ الآن تحتاج الأونروا إلى 170 إلى 190 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الخدمات الأساسية حتى نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لمواصلة إمدادات الغذاء المنقذة لحياة أكثر من نصف سكان غزة. ولكن مع اقترابنا من 75 عاما على إنشاء أونروا، يتطلع على إجو فلسطين صوب الدول العربية للحصول على أكثر من التمويل الفوري للأونروا أو للوكالة، حيث أنهم يرغبون في الحصول على التعليم وفرص العمل، ويريدون أن يكونوا وثيق الصلة بأسواق العمل الإقليمية والعالمية حتى وإن كانوا يعيشون في غزة، ويريدون التفكير فيما وراء كفاحهم اليومي إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً. الأونروا واللاجئون الفلسطينيين يحتاجون إلى أن تكون الدول العربية تتبوأ الطليعة لإحداث تحول من الوضع الراهن الذي انتهى أمده إلى مسار جديد، مسار يكون اللاجئ الفلسطيني فيه سببا ملموسا ليأمل في التوصل إلى حل طويل الأمد. أنا أحثكم جميعا على وضع قضية اللاجئين الفلسطينيين على مرة أخرى على قمة جداول أعمالكم السياسية، حيث أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لنا من خلالها تحقيق السلام المستدام في إقامة شرق أوسط مستدام يعم السلام ومزار الجميع. شكرا سيدي الرئيس. أشكر سيد فيليب لازاريني على كلمته المهمة.